بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. النهاردة يا جماعة جايب لكم شقة 135 متر، ده شكل البرج أهو من بره. البرج واخد ناصية على شارعين، شارع 8 متر والشارع التاني 10 متر. ده شكل الشارع اهو 8 متر، وده البرج اهو من بره. نبدأ نخش كده من باب البرج. طبعا برج جديد، المدخل بتاعه طبعا لسه جديد اهو، وده الاسانسير اهو ماشيين في اجراءات تركيبه. نبدأ نخش الشقة بتاعتنا، شقة 135 متر. اول حاجة بيجي لنا الباب المصفح، باب الشقة مصفح. نبدأ نخش كده الشقة، اول حاجة بيجي لنا الريسبشن في الوش، طبعا التشطيب الترا سوبر لوكس. ده هنا ورا الباب حمام الضيوف، ده حمام الضيوف اهو. تشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده، تشطيب نظيف جدا، مستوى عالي. نبدأ نخش كده على الريسبشن بتاعنا اهو، بيجي لنا ريسبشن تقريبا مساحته حوالي مثلا 7 في حوالي 4.5 او 5، 7 في حوالي 5. الشقة 3 غرف وريسبشن ومطبخ واتنين حمام، مطبخ امريكاني واتنين حمام. ده هنا البلكونة بتاعتنا هنخشها دلوقتي، بس هنخش من الغرفة، من غرفة من احد الغرف يعني. نبدأ نخش هنا، اول ما بيجي لنا ده المطبخ الامريكاني. على اليمين هنا في غرفتين والحمام، الحمام الرئيسي. وهنا في الوش ده المطبخ الامريكاني اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، تشطيب الترا سوبر لوكس. دي اول غرفة معانا اهي، ودي تعتبر أكبر غرفة، مساحتها تقريبا 4.5 في 4.5 أو 4.5 في 5 كمان. طبعا برضو بالنسبة للناس اللي بتبقى تستفسر، البيع بالعفش ولا بدون؟ يا جماعة البيع بدون العفش، العفش ده مش للبيع، بيع الشقة فقط. ده الباب التاني أهو اللي بيدخل على البلكونة، دي البلكونة اهي، واللي على الشمال ده اهو، ده الباب اللي هو بيدخلني على الريسبشن اللي احنا كنا واقفين قدامه من شوية. طبعا مش مجروحة، قدامك مفيش حد. ده الشارع بتاعها اهو 8 متر، واعتقد كمان 10 متر، بس ولكن خلينا نقول 8 متر مش مشكلة، هو واضح عموما في الصورة يعني. الشقة في الدور الرابع، ده الدور الرابع. نبدأ كده نرجع تاني. شوفوا يا جماعة التشطيب، تشطيب عالي جدا جدا جدا، حتى خامات الدهانات نظيفة والأحجار نظيفة، السيراميك، كل حاجة معمولة يعني، حد عامل لنفسه مش شغل تجاري. نخش هنا على الحمام، ده الحمام التاني اللي هو الرئيسي، برضو خامات عالية جدا. بصوا يا جماعة الشقق بتبان والله من غير ما الواحد يعني، من غير ما اقعد اقول لكم ده كذا وده كذا، الشغل بيبان. وهنا دي الغرفة التانية، دي الغرفة التانية اهي، مساحتها تقريبا 3.5 في 3.5.
بدون الجزء ده، يعني ده الجزء ده اللي بيسموه شباك جيب، 3.5 × 3.5 دي بتبص على منورين، ايوه منور هنا ورا الستارة دي ومنور في شباك الجيب. نخش بقى على الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة اهي، مساحتها تقريبا 3.5 × 4، واخدة اوضة نوم اهي مرتاحة، 3.5 × 4 بدون العفش، عشان بس الناس اللي بتسأل دايما بالعفش ولا بدون، بدون العفش. الشقة دي عنوانها الهرم مشعل شارع زغلول بجوار مدرسة سحاب. الشقة دي مطلوب فيها 480,000، 480,000 جنيه كاش. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.